اهلا بيكم مره ثانيه معانا وبدايه حوار مع نجمه نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن نجلاء فوزي وهي المدير الفني دلوقتي لمنطقه القاهره تحت 14 سنه. كابتن نجلاء منورانا. اهلا بيك. انزل اخبارك ايه؟ الحمد لله ربنا يخليك. اخبار الكره الطايره ايه؟ تمام الحمد لله. ببارك لك على منتخب القاهره. طيب. عايز اعرف التجربه دي البدايات ايه اللي حصل؟ حضرنا ازاي؟ عملنا ايه؟ التجربه رحل فين؟ تمام. هي بطوله المناطق دي ما اتعملتش في مصر بقالها 20 سنه، ما نظمهاش الاتحاد المصري للكره الطايره من 20 سنه. هايل. فقرر الاتحاد المصري ان هو يدعم صفوف المنتخب مصر عن طريق الناشئات، ان هو بدا يرجع بطوله المناطق تاني. فاول بطوله اخذها للناشئات 14 سنه. تمام 2004 مواليد 2004 2005. كويس. تمام. البطوله دي علمنا بيها شهر 12 اواخر شهر ديسمبر منطقه القاهره. كابتن تهاني اتصل عضو لجنه المدربين، رئيس لجنه المدربين بمنطقه القاهره كابتن احمد زكريا، عضو لجنه المدربين تهاني توسون، كابتن ما شاء الله نجوم النادي الاهلي شريف عبد الوهاب عضو تين. كويس. فلقيت كابتن تهاني توسون بتكلمني في التليفون، قالت لي يا نجله ان اسمك مرشح ضمن الاسماء منتخب القاهره. منتخب القاهره 14 سنه. ايوه. فقلت لها تمام اوكي. فقالت لي جاهزه، قلت لها ان شاء الرحمن جاهزه. فتمام توكلنا على الله وبدانا الشغل. ان انا نزلت اول ماتشات النهائيه بتاعت الدوري السته النهائي بتاع منطقه القاهره. نزلت بدات عشان ابدا اختار اللعيبه. كويس. كانت ست فرق واصله، نادي الشمس، نادي الاهلي، نادي المقاولين، نادي وادي دجله، ونادي المعادي، ونادي هليوبس. كل الست فرق اللي وصلوا للنهائيات. تمام. بدا تمام. نزلنا اخترنا حوالي 30 لاعبه من ست فرق. انت اللي بتختاري مظبوط؟ انا اللي اخترت. تمام. وبعد كده على اواخر ديسمبر، تمام، بعد اوائل شهر واحد، لا 25 ديسمبر 26 ديسمبر بدانا نتجمع. كويس. طبعا في انديه تانية ما كناش عرفت اتفرج عليها زي نادي الطيران، نادي الزهور. فكلمنا المدربين وبعتوا لنا اسماء لاعبات اللي هي ذو خبره عندهم شويه او فبعتوا لنا. فوصلنا حوالي 45 لاعب. 45 لاعيبه. كنا يوم 25 او 26 ديسمبر بدانا المعسكر. ما يعتبرش معسكر، احنا كنا بنتمرن يومين جمعه وسبت في جامعه عين شمس. هايل. عملنا حوالي على مده اسبوعين اربع تمارين وبدانا نحاول نختار. كابتن تهاني توسون طبعا لاعبه اكيد ذو اخلاق عاليه ومهاره طبعاً. عاليه طبعا اتفضلت بالشكر ان هي نزلت معايا ما شاء الله. نزلت وقالت لي انا طبعا اشكر فعلا كابتن تهاني توسون. تاريخ كبير طبعا اللي ما حضرش كابتن تهاني توسون يبقى انا حضرت ما شافش يقول انا حضرت الحمد لله يعني اتفضل. تمام. فكابتن تهاني نزلت معايا وكانت معايا اول باول وكانت على طول بتساعدني في الاختيار. ومعانا كابتن يسرى عبد الكريم. كلمت كابتن يسرى فقالت لي نجله انا معاكي. نجوم. طبعا نجوم يسرى عبد الكريم برضو يعني باع كبير في كره القدم. ده حقيقي. فيعني ادت كل استدعاء يعني بالترحيب ان هي تيجي بتحضر معايا التدريبات. وبدانا فعلا نخلص نفسنا ونهيئ نفسنا ان احنا نختار. احنا من 45 لعيبه عايزين نوصلهم حوالي 20 لعيبه وفي الاخر 16 لعيبه. كتير قوي. فطبعا الحمد لله رب العالمين اخذنا اربع تدريبات في ادينا فيها مهاره وفيها اعداد بدني ومهاره حثيه لحد ما وصلنا واخترنا حوالي 21 لاعب بعد اسبوعين بالظبط، يعني اربع تدريبات. وبدانا نزود حمل التدريب شويه، دخلنا يوم ثالث وبدانا نتمرن ثلاث ايام في الاسبوع لحد ما وصلنا 16 لاعب. هايل. تمام. بدانا بقى نعمل مباريات الوديه علشان كانت البطوله تاهلت. نزلنا الميعاد بتاعها ان في تصفيات مناطق هتلعب يوم 27/1. احنا مش داخلين فيها طبعا، احنا مواصلين نهائي على طول دايركت زينا زي منتخب الجيزه زي منتخب اسكندريه. كم منتخب يا كابتن نجلاء؟ هم كانوا 20 محافظه بتلعب مع بعض مباريات، طلعوا منهم 8 محافظات. 8 محافظات. كويس. تمام. خمس مناطق واحنا ثلاثه 8 مناطق. تمام. كويس. يعني احنا وصلنا 8 فرق. يعني طلعتوا القاهره والجيزه. القاهره جيزه اسكندريه واصلين نهائي على طول. دول يطلعوا والباقي يكمل عليهم خمسه بين اصل الباقي كله بالظبط. من 20 محافظه طلعوا خمسه. okay. من خمس مجاميع اربع فرق طلع خمس مجاميع خمس فرق. هي محافظه الوادي الجديد ومحافظه المنيا ومحافظه الدقهليه. المنيا دي بلد تاني توصل مظبوط؟ بالظبط. طبعا لازم يكون فيها طياره بصراحه. وقناه السويس اللي هي بورسعيد والجيزه والقاهره والاسكندريه. كويس. وكنا 8 فرق قسمنا على مجموعتين والبطوله قامت
يوم 5/2 ل8/2 في بورسعيد. كويس. كانت بطولة مجهزة بنات وأولاد، كان بنات 14 سنة وأولاد 15 سنة. فقسمنا على مجموعتين، احنا كنا في مجموعتنا احنا والجيزة والوادي والمنيا. كويس. والمجموعة الثانية اسكندرية والدقهلية وقناة السويس وبورسعيد. كويس. طلع أول وتاني من كل مجموعة، فاحنا الحمد لله صدرنا المجموعة بعد فوزنا على منتخب الجيزة 3-0. احنا كسبنا جميع الفرق 3-0 الحمد لله رب العالمين، ووصلنا نهائي. وفي نفس المجموعة الثانية وصلت الإسكندرية نهائي مع محافظة الدقهلية، فإحنا قابلت سيمي فاينل مع محافظة الدقهلية يوم 7/8. كان لعبنا سيمي فاينل، لعبت أنا محافظة الدقهلية، وصلت نهائي الحمد لله. وإسكندرية قابل محافظة الجيزة، وكانت النتيجة فوز إسكندرية على الجيزة 3-1. وصلنا النهائي، وإحنا لعبنا يوم 8/2 في النهائي بتاعنا. وطبعا كان بحضور الاستاذ خالد ناصف رئيس الاتحاد واعضاء الاتحاد كله، اعضاء مجلس الاداره، وكابتن هشام بدراوي كان حاضر، مدير المنتخبات مدير المنتخبات القوميه، وكابتن نور عطيه كان موجود طبعا عضو مجلس اداره الاتحاد في لجنه التدريب المدربين. كانت مجموعه نخبه كبيره جدا، ودكتور خالد انا مش عايزه انسى اي اسم بلاش اسماء، كل اسره كره الطايره كانوا متواجدين. كانوا متواجدين في المباراه النهائيه. الهدف ايه؟ الهدف اختيار صفوف المنتخب المصري في بطوله 2020 لمواليد 2004 و2005، بطوله امم افريقيه. دي في مصر ولا بره مصر؟ والله لسه ما اتحددتش، لسه ما اتحددتش. دي البطوله متهيئه، بس فهم عملوا بطوله المناطق للتسهيل على المنتخب اختيار اللاعبات دايركت من المنتخب المناطق. تمام. بس فاحنا الحمد لله في الماتش النهائي لعبنا اسكندريه، والحمد لله رب العالمين برضو فزنا بجداره 3-0. ما شاء الله الحمد لله حققنا انتصار علامه كامله، 3-0 علامه كامله على جميع المباريات. هم دول ولاد النادي الاهلي ده. بالظبط كده. قولي لي يا جماعه، اكيد الهدف الارقى او الاسمى ان اتحاد الطايره بدا الموضوع بدري، يعني بدا التحضير لبطوله افريقيا اللي هي في 2020 بدا قبلها تقريبا بسنه. بالظبط كده، بيحضر لها. مظبوط كده بالظبط، عشان يختار عناصر مميزه. اكيد دي حاجه مميزه جدا، مميزه جدا جديدة. جدا. والاتحاد لما لقى البطوله كانت مميزه جدا وفيها لاعبات حلوه جدا طوال قامه وعناصر مميزه جدا جميع الفرق، قرر الاتحاد ان هو يعيد البطوله، او بمعنى اصح هيعمل بطوله ثانيه بعد انتهاء بطوله الجمهوريه بتاعه الانديه. هيعمل بطوله كدوره مجمعه في استاد القاهره او في القاهره، لسه ما اتحددش الميعاد بتاعها ايه، بس هتبقى في القاهره بين الاربع فرق الاوائل اللي وصلوا النهائي. طيب ما القاهره بالذات فيها انديه كبيره كتير، اهلي وشمس وهليوبس بدون يعني تمام. انديه كبيرة وعندهم لاعبات كتير جدا، ازاي بتتعاملي مع المنظومه دي كلها؟ والله في ظل اللي انت عارفه فيه بقى، اولياء امور وكلام واصلي وبتاع، فاهمه؟ تمام. فمش بنتكلم عالميه، بنتكلم على منظومه كلها. بالظبط. ازاي تقدري تتعاملي في المنظومه دي؟ والله يا كابتن خالد كانت صعبه جدا شويه طبعا. أكيد. لاختيار اللاعبات، في نادي منافس للنادي الاهلي حاليا هو نادي وادي دجله. طبعا. في عناصر مميزه جدا، يعني احنا المنتخب كان 6 لاعبات من النادي الاهلي، 6 لاعبات من وادي دجله، لاعبه من الجزيره، لاعبه من نادي الشمس، لاعبه من نادي المقاولين. ده المنتخب، ده المنتخب بتاعنا ما شاء الله. تمام. في عناصر مميزه جدا جدا، البنات عندها عناصر، يعني عناصر مميزه، عندها طول قامه، عندهم مهارات. تمام. عايزين بقى، هو الصح اللي عمله الاتحاد ان احنا ننظم البطوله دي حاليا عشان ياخدوا يعني الفتره التدريبيه المؤهله ان هم يلعبوا امم افريقيا اللي هتاهلهم لكاس العالم. يبقى تارجت الاتحاد المصري لكره الطايره ان هو يتاهل لكاس العالم. بالظبط كده، فبيجهز دلوقتي عشان يقدر يعدي افريقيا ويقدر يتاهل لكاس العالم. ده اعتقد ده تارجت كويس جدا. بالظبط. ما احنا عندنا بطوله عالم منتظمه ان شاء الله الرحمن هتنتظم في شهر سبتمبر عندنا في مصر. بطوله الناشئات 2000 مواليد 2002 شهر 9. شهر 9 اللي جاي. شهر 9 في مصر. وفي بطوله الشابات هتتلعب في المكسيك شهر 7. واحنا وصلنا الاثنين، وصلنا الاثنين الحمد لله. يعني بطوله الشابات ان شاء الله الرحمن الفرقه بتاعتنا منتخب مصر الشابات هيطلع المكسيك، والفريق المصري بتاعنا للناشئات اللي هو مواليد 2002 هيلعب في مصر هنا في شهر 9 كاس عالم بعين الله ان شاء الله. وانت لعيبه في منتخب مصر تعرفي يعني ايه قيمه منتخب مصر؟ طبعا. 14 سنه كيفيه التعامل معاهم؟ يعني بيبقى برضو السن صغير. تمام. يعني لسه ما وصلتش للنضج اللي هي يعني تبقى عارفه القيمه اللي هي فيها. طبعا. بص احنا عانينا كتير قوي مع فتره مع سن 14 سنه بالذات، في فرق كبير جدا بين الجيل بتاعنا وجيل الجيل اللي طالع الاجيال جديد. الاجيال اللي طالعه جديده. احنا الجيل بتاعنا كان بيتسم بالحيويه والنشاط
والموت على الكوره، عارف ان بنموت على الكوره عشان تطلع تمام. لا ال 14 يعني مش هتكلم على 14 بس، انا بتكلم على جيل طالع لا ما عندوش الحته دي لسه، مش فاهم يعني ايه مكسب ويعني ايه خساره، يعني ايه ان انا اعمل مجهود او ما اعملش مجهود. الموضوع ده متطلب فتره تدريبيه كبيره جدا 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 مع اللعيبه. السنه اعتقد كافيه. اكيد اكيد. قولي لي، بيختاروا مدير فني منتخب مصر الكسبان من بطوله المنطقه اللي هي بطوله المناطق دي، ولا الاختيار للاتحاد المصري؟ لا الاختيار للاتحاد المصري. مش دايركت على طول بيكسب يروح؟ لا 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 مش دايركت. اعتقد لا مش دايركت يعني. هو بيبقى ليهم نظريه تانية خالص في اختيار المدرب بتاع منتخب مصر. عايز ارجعك لبدايتك شويه، وانت بتتكلمي وطلعنا وعملنا فرق اسكندريه. اسكندريه. بداتي في نادي سبورتنج. انا كنت لعيبه نادي سبورتنج. بداتي كره طايره ازاي يا كابتن نجلاء؟ والله حقيقه انا كنت بلعب العاب قوه في الاول. هايل. لا دي ده انا بقدر اول مره. دي حقيقه. كنت عندي بطوله العاب قوه مدارس، وكان مدرب نادي سبورتنج بالصدفه كان موجود. فقال لي تيجي تلعبي. صدفه. صدفه. تعالي تلعبي فولي في نادي السبورتنج. قلت لهم اوكي ما فيش مشكله يعني اجي اجرب. ففعلا رحت. الكلام ده كان سنه 90. 90 يا زمن. خلاص كان عندي 15 سنه ساعتها. لا ما لسه صغيره بقى. مش عايزين نقول السن بقى. اتفضلي. بس رحت اتدربت. المدربه كانت ساعتها كابتن ناديه رشوان ماسكه نادي سبورتنج، فلمحت فيا حاجه قالت لي انت لازم تكملي. فانا فعلا كملت. في نفس السنه بعديها بسنه واحده انا اخترت في منتخب مصر للناشئات اللي طلعت بطوله العالم في براتسلافا. ما شاء الله. بعديها دخلت منتخب مصر الاول على طول. على طول سكه الطياره على طول بدات على طول من 90 91 كنت في منتخب ناشئات براتسلافا، وبعد كده دخلت المنتخب الاول امم افريقيه 93 في نيجيريا، وبعديها الالعاب الافريقيه بقى. توكلنا على الله طبعا. مسيره كبيره. مسيره كبيره. الحمد لله. وبعد كده اتنقلت للاهلي 98. 98 جيت النادي الاهلي. 98 نقلت زي النادي الاهلي. بصي كابتن رؤوف عبد القادر كان ماسك المنتخب من 95. تمام. وكابتن رؤوف ساعه 98 كان ماسك نادي الاهلي. فكابتن رؤوف طلب مني ان انا العب في نادي الاهلي، اقترح عليا، فانا رحبت جدا جدا. في نفس العام ده كان معروض عليا ان انا العب في الزمالك والعب في نادي الشمس. هي. بس انا طبعا اخترت الأحمر. نادي الاهلي طبعا, طبعًا. ده عشق ملوش اي حل. وكابتن رؤوف بالنسبه لي كان حاجه تانية خالص. ده اب وكان لينا حاجه تانية خالص. دي حقيقة. كابتن رؤوف طول عمره كده لان هو في اغلب فترات حياته كان ماسك المدير الفني. صحيح. فمن 98 وانا في القلعه الحمراء الحمد لله حصدنا اكتر من 12 بطوله عربيه وافريقيه مع بعض. تفتكر اول يوم دخلت في النادي الاهلي؟ ما هي اول بطوله هو 98. 98. اول بطوله طلعت فيها كانت البطوله العربيه الاولى كانت في تونس. لسه الاسكندريه طلعت. طلعت. البطوله العربيه الاولى في تونس. فانا طلعت مع كابتن رؤوف وطلعنا معسكر في رومانيا. ومن رومانيا المفروض كنا كابتن رؤوف هيجيب اثنين محترفات عشان احنا مسافرين 10 لاعبات، وكنا طالعين على اساس ان احنا نجيب اثنين محترفات. وطبعا كابتن رؤوف ما عجبوش حد في رومانيا البطوله دي. فطلعنا سافرنا على تونس ب 10 لاعبات فقط لا غير. والحمد لله ربنا اكرمنا واخدنا البطوله. اخدت البطوله توكلنا على الله. اخدنا البطوله. الحمد لله. منظومه النادي الاهلي بتختلف عن اي منظومه. مظبوط؟ في كل شيء. الشغل في النادي الاهلي ايه الفرق؟ حاسه بايه؟ احترام. ثقه. اهتمام من الاداره. بتحس بكيان تاني خالص. بتحس ان تاني خالص. حاجه تانية خالص. انت بيبقى ليك الفخر لما تقول انا مدرب في النادي الاهلي او انا كنت لعيبه في النادي الاهلي. دي اكيد دي امانه حقيقي. بس فبتختلف تماما فعلا. قولي لي الجيل ده مبشر بالخير؟ هنلاقي فيه زي جيلكم كده تهاني توسن ويسرى عبد الكريم نجيب فوزي منى عبد الكريم يعني كل بس الناس عشان ايه ما ننساش حد يعني. لا في جيل مميز طالع عناصر مميزه جدا 14 سنه في اكتر من في المنتخب القاهره. بتكلم عن منتخب القاهره. طبعا طبعا منطقه القاهره بالذات اللي انا مرنته. في اكتر من 6-7 لاعبات مميزه جدا جدا. يعني هيبقوا من ان شاء الرحمن. بس اتمنى ان لعيبه منهم توصل لكابتن تهاني توسن. بس ربنا يستر. لا كابتن تهاني توسن علامه بارزه من علامات الكره الطايره التاريخ. تقارن تهاني توسن تاريخ في الكره الطايره لا تقارن. صحيح. يعني مع احترامنا لكل الاجيال لكن كل الاجيال احققوا كل ناس زي الفل لكن. صحيح. كابتن تهاني توسن وضع مختلف تماما كلنا عشناه وكلنا عارفينه واسم. صحيح. محفور من ذهب. صحيح. جوه بطولات النادي الاهلي ومنتخب مصر. دي حقيقه. قولي لي شايفه الكره الطايره رايحه لفين في السيدات بالذات؟ والله على حسب المنظومة اللي عاملها الاتحاد المصري دلوقتي بأول حاجة عملها اللي هي بطولة المناطق دي. وقالوا إن السنة الجاية دي هتبقى أوكي على طول منتظمة والسنة الجاية هيبدأ يدخل أكتر من سن فيها مش 14 بس ده هيعمل بطولة مناطق لل 16 وهيعمل بطولة لل 18 فهتبقى
الموسوعه تبقى اكبر بكتير. هيبقى فتره التدريب فتره كبيره جدا، يعني اللعيب بيلعب مع النادي، بيتمرن مع النادي، ومن النادي بيخلص بطوله الانديه بيخش على بطوله المناطق، يتمرن مع بطوله المناطق، يخلص بطوله المناطق يدخل مع منتخب مصر اللي اذا تم اختياره. هتلاقي ان السنه كامله اللاعب بيتمرن. اكيد وجودها كابتن هنا حمزه عضو مجلس اداره الاتحاد المصري وكابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر طبعا. اكيد وجودها مؤثر في كره الطايره السيدات، يعني اكيد هي يعني بتسهل يعني كل شيء للكره الطايره بامانه كابتن هناء حمزه، يعني بتسهل اي شيء، بتحاول تعمل اي بطوله تساعد ان اللعيبه تظهر او اي شيء يعني. هنروح للنادي الاهلي فتح. ودخولنا في النادي الاهلي عندنا خسرنا بطوله العربيه وداخلين على بطوله معترك قوي جدا تمام، والحمل النفسي ووجه التنافس شايفه بطوله افريقيه ازاي مع والله اللي. احنا تعودنا لعبات نادي الاهلي ان احنا لو وقعنا بنقوم على طول ان شاء الرحمن. بطوله قويه بس احنا قدها، في فرق قويه جدا هتقابلنا بس احنا على ما اعتقد احنا لعبنا الفرق دي وطول عمرنا زي ما بيقول كعبنا عالي عليهم وعارفين نادي الاهلي كويس قوي. دي مش حاجه تهزنا البطوله العربيه اللي احنا خسرناها، لا بالعكس، خسرنا دي حاجه في الفاينل. خسرنا من صفاقس فعلا 3-0، يعني احنا كان عندنا عده اصابات كتير في الفرقه. عجبني تصريح كابتن حمدي صافي وقال احنا الماتش ده ما كناش متواجدين في الملعب بالظبط، واحنا كلنا حصل ده الكلام، يعني كلام بصراحه، يعني مش بالزبط. اول فرقه تعمل ده وبتاع ده صحيح، بس قال انتظرونا في بطوله افريقيا بالظبط. هو اعاد حساباته والفرقه تماما اعادت حساباتها، ولحضرتك دلوقتي لو شفت اي لعيبه في النادي الاهلي هتقول لك لا احنا قدها وقدود، احنا البطوله دي بتاعتنا تمام، فهم داخلين على فوز. مش قلقانة من فرق كينيا الانابيب والسجون الكيني ان يقدروا يعملوا مع الاهلي حاجه جوه البطوله دي ولا؟ والله انا بثق في اللعيبه بتاعت نادي الاهلي ان شاء الرحمن، بثق في لعيبتنا ان شاء الرحمن ان هم هيحققوا انتصار افريقيا بعون الله ان شاء الله. تقول لهم ايه من كابتن زي كابتن اجلاء فوزي، تقول لهم ايه المرحله اللي جايه في ال 15 يوم عشان البطوله اللي جايه؟ الثقه اهم حاجه، نبقى واثقين في نفسنا كويس جدا. احنا عندنا لعيبه مميزه جدا جدا، عندنا لعيبه زي آية الشامي احسن ضاربه، وعندي لعيبه زي نهلة سامح صمام امان للعيب في الناحيه الدفاعيه تمام، عندي طبعا. مريم مصطفى ليبرو عاليه، عندي نرمين المنشاوي، عندي اللعيبه كاترين ما شاء الله، عندي منظومه جدا كبيره جدا من اللعيبه تقدر تحقق الانتصار بسهوله جدا يا رب باذن الله. خلينا نخش بس نخرج بقى من الطايره شويه، هتلعبي بناتك ايه؟ طايره ولا انا بيلعبوا؟ حقيقي في بنتين بيلعبوا طايره عندي بنت 16 سنه بتلعب في فريق 16 سنه في نادي الاهلي ما شاء الله، وندى، وعندي حور بتلعب في العشر سنوات هايل، ومريم في ال 14 سنه بتتاهل ان هي تخش 14 سنه ان شاء الله الرحمن، هي منتظمه في التمرين على اساس ان هي تسجل السنه الجايه ان شاء الله يا رب باذن الله. هتشوف اغلاء فوزي تاني ولا ايه؟ اتمنى والله. ولا تهاني توسن؟ اتمنى اتمنى طبعا اتمنى كابتن اجلاء بجد نورتينا وشرفتينا، وحاجه مشرفه ان يكون كابتن اجلاء فوزي واولاد النادي الاهلي هم اللي ماسكين المنتخبات زي القاهره ومنتخبات مصر، حاجه مشرفه جدا. ساعتنا يعني ساعتنا النهارده اللي كنا موجودين معاك، ربنا يخليك كابتن خالد، وده شرف ليا وجودي مع حضرتك طبعا. ميرسي، ربنا يخليك. شكرا ليك. كل الشكر كابتن نجلاء فوزي اللي حققت بطوله المناطق، وان شاء الله باذن الله تكون هي المدير الفني القادم لمنتخب الناشئات 14 سنه. خلينا نخرج لفاصل نستقبل بطلتنا بطله النادي الاهلي في الكاراتيه كابتن جيانا فاروق.